مقبول بس نظيف اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناتنا عطر حارات حياة الحضارة، معكم أخوكم سامح الخالق. النهاردة يا جماعة الأجازة بتاعتي وأنا كالعادة بنطلع نصطاد، ولكن الهواء جامد، البحر عالي، ممكن يكون فيه سمك في بعض الأماكن، ولكن وقت الصيد مش هيبقى لذيذ. طبعا أنا من عشقي في السمك والهواء والمية قررت أن أنا النهاردة نعمل لكم زيارة للأحياء المائية في الاسكندرية قلعة قايتباي. الاحياء المائية يا جماعة تذكرت الدخول ب10 جنيه، الطفل ب5 جنيه، الاجانب ب20 جنيه. جولة في مخلوقات الله، السمك وانواعه واشكاله وطريقة اكله. اتمنى من الله ان الفيديو ينال اعجابكم، متنسوش طبعا تدعموا لنا الفيديو بلايك، ولو اول مرة تشوفونا اشتركوا عندنا في القناة وقولوا رأيكم في الجولة دي. تحياتي ليكم، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة، خليكم معنا. واحدة مديني ازاي؟ مصطدوها يعني؟ تعالوا بصورة بيساس مطلوبة. ايه يا لولي عايزة ايه؟ انا بس اوريك. طب قول لهم كده انت شفت ايه؟ من اول المدخل كده في بيقابلنا سمكة الجحاية، هم هنا كاتبينها الحجاية او العسكر، احنا بنقول عليها جحاية او ياسمين. قالوا لي ايه؟ انا عايزه اصور بابا. طب ما هو عايز اصور. بص يا جماعه السلحفاه دي تحت منها الامله، عايز اصور القمله، عايز اصور، عايز اصورك انت. لا انا عايز اصور. قالوا لي دي بتبص لك، قالوا لي الحياة بتبص لك. ايه؟ عملوا لايك؟ بطاطا وكحلة. هوبا اديني سوا يا جماعة. استنى بس تعالى بابا شوف البرانة، ما شفتش انت حجمها. البرانة؟ اه هنشوف كبيرة خالص. لا سمكة جميلة، تعال. طب روح وريها لي. طيب هوبا تعال شوف الدنيس الأمهات دي. يلا الله أكبر. استني بس طب عايزة ايه بس؟ ايه؟ ما هي دي اللي احنا كنا عندها يا ماما. بس بصي شوفي كبيرة ازاي؟ بس بصي كده داخل عليها. اوبا يلا ده دي من المباريك. يلا يا اخي ايوه البرانا من نهر الامازون. نهر اهي اهدية الله. ايوه استني بس اقوله. اوبا 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 ده في اسماك ياما. لا 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 لا
تعبان من تعبين البحر مع البلبلاء وعرايس. ايه؟ ايه بغبغان. كحلة كابوريا البحر مع كحلة وشربوش شرجوش اهو يا جماعه، طلع اسمه شرجوش حر زي ما كنا بنقول اهو، اسمه شرجوش حر اهو. لا 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 أراضي ما شاء الله. لولي ولولي لولي قولي بقى، قولي لهم مع السلامة بقى. لولي لولي لا هنا 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 هنا، قولي لحبايبنا. ها بس قولي لهم بقى مع السلامة، اشوفكم بخير. يلا طلع يتنفس اهو برضه في المايه. مرمود بس نضيف اهو. قلت الأحمر
الباسة دي. الباسم يا لولا هاي السمكة اللي عاملة زي الطور دي، راسها زي الطور كده. بس يا اخي بالراحة فين علاء؟ يا الله ايه؟ مش موجود تقريبا مشهور ماشي موجود